بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة اللعب مع الكبار، النهاردة مش استوديو عادي، النهاردة مش مجرد مباراة ولكنها مباراة تاريخية في ليلة تاريخية لن ينساها الجميع. النهاردة الكبار بيلعبوا بعض، النهاردة النادي الأهلي كبير الكرة المصرية والإفريقية مع بايرن ميونخ زعيم الكرة الأوروبية، وده فعلا زي ما قلت في البداية اللعب مع الكبار، لأن حضرتك المباراة دي أول مباراة رسمية بتجمع النادي الأهلي بفريق أوروبي. يمكن لعبنا كتير قبل كده قدام فرق أوروبية وحققنا نتائج كويسة، كسبنا وخسرنا وتعادلنا وكان عندنا في بعض المباريات مستوى جيد وأحيانا بيبقى المستوى متوسط، لكن ماتش النهاردة لقاء رسمي، أول لقاء رسمي النادي الأهلي بيواجه فيه بايرن ميونخ بطل أبطال العالم أو بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ولما بقول اللعب مع الكبار لازم كلنا نفهم الجملة دي كويس قوي، مش أي حد يلعب في كأس العالم، مش أي حد يوصل لدور النصف النهائي لكأس العالم، مش أي حد يلاعب بايرن ميونخ اللي هو من أقوى فرق العالم إن ما كانش أقوى فريق في العالم، بطل أوروبا واللي جايب كل البطولات السنة اللي فاتت. مين اللي هيلعب مع فريق زي ده غير النادي الأهلي؟ انتوا قولولي، التاريخ بيقول كده والأرقام بتقول كده، يبقى ده فعلا زي ما قلت في الأول اللعب مع الكبار. من حقنا قبل الماتش وفي وسط الماتش وبعد الماتش كأهلوية، من حقنا ان احنا نفخر بانتمائنا لنادينا. دي نعمة من نعم ربنا علينا، نعمة من نعم ربنا علينا، اولا ان احنا مصريين ولازم نعتز ونفتخر ان احنا مصريين، والنعمة التانية اللي ربنا اداها لنا انت كأهلاوي، نعمة كبيرة جدا من ربنا ان انا أهلاوي. الحمد لله على النعمة دي، انا بتشرف في كل حتة، وجمهورنا الأهلاوي كله وكل من ينتمي للنادي الأهلي بيتشرف وبيفتخر ان هو بينتمي للنادي الأهلي، سواء لعيب، سواء في جهاز، سواء مجلس إدارة، سواء جماهير. هي دي فعلا الحاجة الكبيرة في حياتنا، لأن النادي الأهلي نادي كبير في الفعل، نادي كبير في كل حاجة، والنهاردة كبير ضد كبير، كبير أفريقيا وكبير مصر، والنادي الأهلي بيمثل مصر، بيمثل مصر قبل ما يمثل أفريقيا. فهموا الكلام شوية كويس، النادي الأهلي بيمثل مصر قبل ما يمثل أفريقيا، ولو كان في نادي تاني مكان النادي الأهلي كنتوا هتشوفوا جماهير النادي الأهلي بتعمل ايه. الكلام اللي بيتقال ان احنا هنشجع كذا وهنشجع الفريق اللي قدامكم وهنشجع، انا بسميها عدم وطنية من الآخر يعني. انما النادي الأهلي نادي كبير بتصرفاته، بتاريخه، بقيمه، بمبادئه، باللي ان شاء الله هيقدمه النهارده في الماتش. النادي الأهلي الكبير هيلاعب كبير أوروبا اللي هو بايرن ميونخ. يعني حضرتك النادي الأهلي وصل للمكانة دي مش من فراغ، ولا من بطولة، ولا من موسم، ولكن وصل بعد جهد وبعد تعب وبعد تاريخ لأجيال ورا أجيال، بتكلم على 100 وشوية سنة، لحد ما وصل المارد الأحمر للمكانة اللي احنا فيها النهاردة دي. نادي الأهلي لو قلنا ماتش النهاردة القيمة التسويقية للنادي الأهلي قد ايه، لو صرفنا ملايين الملايين مليارات، ما كانش الناس هتتكلم على النادي الأهلي زي ما بتتكلم النهاردة كده. كل العالم بيتكلم عن النادي الأهلي، سيبك بقى من اللي بقى يقعد يقول لك واحنا اصل بايرن ميونخ وهتلعبوا بايرن ميونخ احنا هنشوف، مش سيبك من الكلام ده. احنا قبل كل شيء وبعد كل شيء حتى بعد المباراة بنفتخر ان احنا، ده كلام الفيفا، البطولة بتاعته، احنا وصلنا من ضمن احسن اربع فرق في كأس العالم للأندية، اللي هي اكبر محفل عالمي في الكرة لأبطال افريقيا واسيا واوروبا وامريكا الجنوبية. يعني النادي الأهلي مش احنا اللي بنقول، الارقام هي اللي بتقول، الفيفا هو اللي بيقول، كاس العالم للانديه هو اللي بيقول. الحمد لله احنا مهما حدث هنفضل فخورين، مهما حدث. يعني الكره فيها
فوز وخساره وتعادل، هنا النهارده فوز او خساره مهما حصل مهما كان، انا متاكد ان النهارده متاكد بنسبه 1000000% ان كل لعيب مستني اللحظه دي، كل لعيب في النادي الاهلي، كل لعيب في النادي الاهلي مستني بس صفاره الحكم وانه يحط رجله في بدايه المباراه دي، انا متاكد منها 1000000%. متاكد ان اللعيبه هتعمل اللي عليها وزياده وزياده، واحنا متقبلين كل شيء، بس ان احنا هنعمل اللي علينا وزياده، انا متاكد ان احنا ربنا ان شاء الله هيكافئنا باذن الله. الامر في ايدينا مش في ايد بايرن ميونخ، لا الامر في ايدينا. الامر ايه اللي في ايدينا؟ احنا هنبان من اول الماتش باذن الله ان احنا رجاله، وان احنا واقفين على رجلينا، وان احنا بنمثل النادي الاهلي، وروحنا روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء هي دي ان شاء الله باذن الله اللي ربنا هيكافئنا عليها النهارده باذن الله رب العالمين. النتيجه كل النتائج متاحه، كل النتائج موجوده، ولكن احنا هنبقى فخورين بفرقتنا ان شاء الله بعد المباراه، سواء مش عايز اقول نتائج، المهم هم هيعملوا اللي عليهم وزياده، واحنا فخورين بيهم وباللي عملوه من قبل المباراه وان شاء الله كمان بعد المباراه. احنا خلي بالكم نادي الاهلي، نادي الاهلي دايما هو اللي بيرسم الفرحه للمصريين، نادي الاهلي هو اللي بيرسم البسمه والسعاده لكل جمهور مصر، مش النادي الاهلي بس. نادي الاهلي بعد ما اتخطى الدحيل ومن قبلها وصل لمونديال الانديه، فاكرين وصلنا ازاي لمونديال الانديه لما خدنا بطوله افريقيا كسبناها بالقاضيه؟ فاكرين كره مجدي قفشه اللي جت في محمد ابو جبل في الزمالك في نهائي القرن الافريقي؟ هي دي اللي وصلتنا للنهارده. ماتش النهارده طبعا الناس كلها بتتكلم ايه، او البعض بيتكلم عليه يقول لك فرق الامكانيات بين بطل اوروبا وبطل افريقيا. طب ما ده وضع طبيعي، هو يعني هو دي حاجه مستخبيه، ما لازم يكون في فروقات، ايه المشكله يعني؟ بس ده ماتش 90 دقيقه، هو 11 لعيب انا 11 لعيب، هو لعيب عنده رجلين اتنين انا لا، كل لعيب عندي عنده رجلين اتنين. انما النادي الاهلي اللي انا متاكد منه بقى ان النادي الاهلي ان شاء الله هيقدم مباراه جيده، ولاعيبته ان شاء الله هيكونوا رجاله زي ما احنا عرفنا عنهم على مدار الاجيال. انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي النهارده في الملعب هيموتوا نفسهم، هيلعبوا بدون خوف رغم فرق الامكانيات اللي هم بيقولوا عليه، او رغم اللي هو الحسابات اللي هي قدامنا على الشاشات او على الاوراق، لكن انا متاكد ان احنا هنشوف فعلا رجاله النهارده في الملعب زي ما لعيبه النادي الاهلي على مدار الاجيال عودونا. والنهارده هتشوفوا لعيبه النادي الاهلي بتبذل جهد كبير في الملعب عشان يقدموا العرض اللي يليق بالنادي الاهلي وجماهيره وتاريخه. النتيجه بقى دي من عند ربنا، احنا راضيين بيها، المهم نعمل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا، وعدم التوفيق ده وارد في الكوره، كل حاجه وارده في الكوره. هتقول لي الكوره ممكن البايرن يكسب النهارده؟ اه ممكن البايرن يكسب النهارده. ممكن النادي الاهلي يكسب النهارده؟ اه مفيش حاجه اسمها استحاله. اه ممكن النادي الاهلي يكسب النهارده، بس اللعيبه تعمل اللي عليها والنتيجه دي بتاعت ربنا. احنا راضيين بكل حاجه، ولكن هنشوف باذن الله باذن الله اداء جيد من لعيبه النادي الاهلي النهارده. يعني انت ممكن في الملعب عادي حته التوفيق وعدم التوفيق، انت ممكن تعمل كره كده تيجي في العرض، ممكن واحد يعمل نفس الكره تقلش تخش جول. انما حضرتك هتسالني يعني احنا هنكسب البايرن؟ هقول لك اه دي كوره. ليه لا؟ الناس كلها كانت اللي هي بتحب النادي الاهلي الفتره اللي فاتت تقول لك ليه لا؟ انا هقول لك وارد انك تكسب النادي الاهلي. اه انت عندك 90 دقيقه في الملعب، وارد كل شيء فيها. وعلى فكره مش دايما الاقوى بيفوز، ومش دايما التكهنات بتطلع زي ما الناس بتقول، ومش دايما الافضل في الملعب بنسبه كبيره هو اللي بيفوز. وخلي بالكم النادي الاهلي ليه تاريخ مشرف وكبير جدا مع كل الفرق الاوروبيه في جميع المباريات الوديه اللي اتلعبت قبل كده. دلوقتي احنا النهارده هنشوف تقرير عن الماتش، ولكن هتشوف فيه عظمه النادي الاهلي واللعب مع الكبار. تقرير يليق بالكبير فعلا. تعالوا دلوقتي نروح لفندق اقامه النادي الاهلي في مونديال الانديه، ونشوف الزميل امير هشام ونتعرف منه على اخر الاجواء قبل المباراه العالميه. مساء الخير يا امير.
تحياتي ليك يا كابتن أيمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. حدث تاريخي على بعد ساعات قليلة جدا من الانطلاق، وهي مباراة الأهلي وبايرن في نصف نهائي كأس العالم، وهي مباراة غاية في الأهمية والقوة والصعوبة بكل تأكيد بالنسبة للنادي الأهلي وأيضا بالنسبة لفريق البايرن بطل ألمانيا وبطل أوروبا وأحد أفضل الفرق في العالم. الأمور في الحقيقة ماشية بالشكل الأمثل بالنسبة للنادي الأهلي من حيث الاستعداد. الأهلي عد بكل قوة لهذه المباراة، واللاعبين والجهاز الفني مركزين بالشكل الجيد جدا في كيفية خوض هذه المواجهة. خلينا نتكلم معاك يا كابتن أيمن بخصوص كل الكواليس التي تسبق انطلاق المباراة. النهاردة كان يوم مهم جدا بالنسبة للاعبين، استعد من خلاله لمباراة اليوم، كان طبعا عبارة عن برنامج طبيعي جدا بالنسبة للفريق في أيام المباريات بشكل عام. النهاردة كان في ميعاد الفطار الصبح، بعد كده كان في الغداء بالتحديد في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت المونديال، الساعة 5 كان السناكس بالنسبة للاعبين، 5:30 بالظبط كانت محاضرة مستر بيتسو موسيماني للاعبي النادي الأهلي، وهي المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لاستاد أحمد بن علي واللي هيستضيف مباراة اليوم. حديث كان عن كيفية يعني خوض هذه المواجهة، استراتيجية النادي الأهلي في هذه المباراة. مستر بيتسو موسيماني على مدار اليومين اللي فاتوا في الحقيقة كان عنده يعني تفكيرين تحديدا بيفكر فيهم، ازاي يلعب مباراة البايرن. امبارح بالظبط يعني اختار التشكيل او اختار الشكل الامثل اللي هيلعب بيه من وجهة نظره طبعا في مباراة النهاردة، استعد بشكل كبير. خليني اقول لكم كمان او اقول لك يا كابتن ايمن واقول لكل جماهير النادي الاهلي ان مستر بيتسو موسيماني واضح عليه الهدوء التام داخل مقر النادي الاهلي. الراجل واثق جدا في فريقه، واثق في امكانيات فرقته. الهدوء ده منقول للاعبين بشكل كويس جدا، مهم قوي ان انت تلعب المباراه النهارده وانت مش مشدود عصبيا، فبالتالي تم التعامل بالشكل النفسي الامثل مع لاعبي النادي الاهلي، وده احد الجوانب المهمه جدا في الاعداد، بخلاف طبعا الجوانب الفنيه والبدنيه اللي اتعامل فيها بشكل جيد جدا مستر بيتسو موسيماني على مدار ال 48 ساعه الماضيه. محاضرة النهاردة خلاص يعني هي أكيد طبعا خلصت، احنا لحظات وهنتحرك للملعب، ملعب أحمد بن علي، لكن تم التركيز فيه على كل النقاط الأخيرة والحاسمة بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وتم اختيار التشكيل كمان النهائي بالنسبة للفريق. الأمور ماشية بالشكل الإيجابي والكل مستعد والكل مهيئ هذه المباراة وأيضا لمحاولة الفوز بإذن الله. إحنا النادي الأهلي فريق القرن في أفريقيا، بطل أفريقيا، فريق قوي جدا، وعندنا إمكانيات مميزة من اللاعبين وعندنا قدرات قوية جدا، نقدر بإذن الله إن إحنا نعمل مباراة كبيرة، ومن ثم توفيق بإذن الله تعالى يكون حليف النادي الأهلي في هذه المباراة. إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق. ودي كانت أهم وأبرز الكواليس اللي بتتعلق باللحظات الأخيرة قبل التحرك لاستاد أحمد بن علي. دعوات كل جماهير الكرة المصرية وجمهور النادي الأهلي بالتحديد أنه هو يوصل لنهائي كأس العالم عشان يسطر تاريخ جديد في تاريخ النادي الأهلي المليء والمليء بالأحداث والألقاب والبطولات الهامة جدا. تابعونا لحظة بلحظة وخليك متابعنا كابتن أيمن، وأي جديد أكيد هنوافيكم به بكل التفاصيل. عودة لك، تفضل. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، وشكرا للزميل العزيز أمير هشام. الأجواء طبعا مثالية للعب كرة القدم، خاصة لما بتكون بتلعب في بطولة زي كأس العالم الأندية، خصوصا لما تكون فيها اللعب مع الكبار. هنقول دلوقتي تشكيل النادي الأهلي وبعدين بنرجع للفاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة. التشكيل النادي الأهلي هيبقى محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون، ايمن اشرف، الاثنين اللي قدامهم حمدي فتحي، عمرو السليه، ثلاثه اللي قدامهم طاهر محمد طاهر، حسين الشحات على الاطراف، بينهم محمد مجدي قفشه، وقدام محمود كهربا. يعني مستر موسيماني النهارده بيلعب بنفس طريقه لعب النادي الاهلي اللي هو 4-2-3-1. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. هنقوله مرة تانية، نفس التشكيل وإن شاء الله يكون تشكيل النصر والتشكيل المشرف للنادي الأهلي النهاردة. محمد الشناوي لحراسة المرمى،
ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، قدامهم اثنين عمرو السوليه وحمدي فتحي، الثلاثه اللي قدامهم اثنين على الاطراف هيبقى حسين الشحات طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، في الوسط محمد مجدي قفشه وقدام محمود كهربا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي والكابتن هاني رمزي. ارجوكم تفاءلوا وانتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيوفنا الكرام اللي مشرفينا النهارده. كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بيك كابتن شريف. أنا كابتن ايمن، اهلا بيك، منورنا. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا بيك ايمن. اهلا ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا بيك ايمن، الله
كابتن هاني رمزي. كابتن اهلا بيك. كابتن اهلا بيك طبعا، نورنا يا كابتن. سعيد موجود معاكم، ويا رب يكون يوم حلو يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، مباراه تاريخيه ومواجهه تاريخيه بين اثنين كبار، وزي ما احنا عارفين التاريخ ما بيكتبش من ماتش او من بطوله، ولكن التاريخ بيكتب نتيجه جهد كبير جدا، نتيجه سنين كبيره جدا فيها بطولات وفيها عرق وفيها انتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت بتتكلم كده مظبوط طبعا. نعمه ان النادي الاهلي واحنا اهلاويه كلنا ان احنا نبقى موجودين في نصف نهائي بطوله العالم للانديه، بطل قاره افريقيا وبطل قاره اوروبا. نهينا عن الاسماء، نهينا عن البطولات، نهينا عن كل شيء. النهارده في حدث كبير جدا نفخر بيه كلنا احنا كمصر والنادي الاهلي، ان احنا في المرحله دي من البطوله، ولينا الطموح صحيح ان احنا نبقى متواجدين في الفاينل باذن الله. باذن الله الطموح والوجود لينا سابق معرفه بانديه كتير اوروبيه، كان لينا في العهد القديم والعهد الحديث وكل وقت ان احنا بنلعب الانديه الكبيره دي. نبقى باسمنا وبمعطياتنا داخل الملعب، هو ده اللي بيسطر تاريخ زي ما انت بتقول. انت عندك فرصه كبيره قوي لكلما انها تبقى متواجده او تبقى موجوده تاني، انك انت بتلعب بايرن ميونخ بطل اوروبا ومن اكتر الفرق في العالم الاحتياز على الجوائز والبطولات، وانت كمان بنفس الشكل وبتلاحق انك انت تبقى موجود في العالميه دي دايما، وده مبدأك ومبدأ المؤسسه اللي انت بتشتغل معاها. فمباراه زي دي النهارده لازم النهارده الدنيا كلها كلاعيبه اولا وكاداره فنيه تتمسك بهذا النجاح اللي احنا فيه، تتمسك انها تبقى في الفاينل، يا اما كده يا ايمن يا اما احنا هنبقى زي ما الناس بتقول، يعني مباراه دول يعني كسبانين برشلونه وكسبانين ريال مدريد وكسبانين العالم كله وليدنج في الدنيا كلها. عمرنا ما بصينا حتى في القديم واحنا بنلعبهم، عمرنا ما بصينا على اسماء جوه، عمرنا ما بصينا على حاجه غير احترام. يعني احنا كنا بنحترم الفرق الكبيره اللي بتيجي حائزه على بطوله اوروبا، حائزه على كل البطولات، حائزه على بطوله اسبانيا، بطوله اي حاجه. حتى اخر ماتش اتلتيكو مدريد يوم ما لعبناه هنا برضو كنا يعني مركزين تماما ان احنا نعمل شكل جميل جدا قدامهم، ان دي سمه نادي الاهلي دايما في المحافل اللي هي الوديه او الرسميه قدام الفرق الاجنبيه. النهارده زي ما احنا قلنا احنا بنلعب في الملعب بفرقتنا بلعبتنا بشكل انا بحترم اللي قدامي بس، مش بحترم النتائج فقط، لا انا بحترم الفرقه اللي قدامي كفرقه احنا شايفينها عندها من القوه البدنيه، التحركات والدخول في المباريات واحراز الاهداف، ودايما ليهم التفوق. لما بتحصل لهم مباراه بيخسروها او اي حاجه بيتعلموا منها كتير قوي، بنبص ليه راجع وحش تاني جوه الملعب. فانا ما عنديش فرق ايمن هقولها لك بالبلدي بقى دلوقتي بين فرقتي وفرقتهم غير القوه البدنيه اللي هم في الاتموسفير اللي بيلعبوا فيه هناك في المانيا والملاعب والحاجات دي والفلوس والدنيا كلها. انما انا عندي لعيبتي بسم الله ما شاء الله يقدروا يتعاملوا ويتعاملوا جيدا جدا في التماسك، لو شالوا من دماغهم حكايه ان دي ده ليفل واحنا ليفل، لا احنا الحمد لله اداء موجودين في مباراه النهارده انا بحس ان احنا فرقتين قد بعض. لما لعبناهم زمان يا ايمن وكسبناهم وكان لينا السبق الحمد لله لعبناهم لان احنا نازلين نعطي في الملعب، احنا امكانياتي شكلها ايه؟ نازلين نلعب في الملعب، انا بلعب ازاي؟ او انا عايز ايه من الماتش؟ يمكن حضرتك جبت جول في الماتش ده، كان ليا الحظ وجبت جول وكابتن خطيب جاب التاني وكسبنا 2-1 وكانوا ابطال اوروبا ساعتها. انما احنا كنا نازلين نلعب، مش الكوتش هو بيكلمنا كان بيقول لنا مصطفى عبده هيعمل كذا والخطيب بيعمل كذا وشريف هيرجع يمسك الباك بتاعه، ما قاليش اسم لعيب برايتنر ولا جورد مولر يا ماري همام انت ما يعملش مش عارف مين. انت تلعب لعبك. أيوه. انت تشوف انت هتبتدي منين، هتروح ازاي، هتخش نص الملعب. انا الجون اللي جبته اختراق من العمق بتاع بايرن ميونخ. أيوه. فانت اللي بتحدد لما بتنزل امكانياتك فين. أيوه. شكلك فين، عايز تدي ايه في المباراه النهارده. فان شاء صحيح. الله يكون لينا حظ ان احنا نتماسك وننسى بعد دقيقه او اتنين رهبه الموقف كله ان انت تلعب بايرن ميونخ وبتلعب في الجيم، ان شاء الله يكون ليك حظ باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، اللقاء بطل افريقيا النهارده مع بطل اوروبا يعتبر انجاز كبير جدا وتشريف اكبر للكره الافريقيه ممثله في النادي الاهلي الكبير. الكره الافريقيه كره مصريه، وده لقاء الاكابر زي ما بيقولوا، كبير اوروبا مع كبير قاره افريقيا وكبير العرب كلهم مع احترام لكل الانديه. فمباراه بين كبار زي ما كابتن شريف كان بيقول، انت في مستوى
انت في مستوى تاني خالص. صحيح. مستوى منافسه تاني خالص. والنهارده يا امين كان اول مره النادي الاهلي في خلال مشاركته في بطوله كاس الانديه هيقابل فريق من اوروبا، دي اول مره تحصل. عشان كده الحدث نفسه واخد ضجه جامده جدا. صح. اذا كان هنا اذا كان في البلاد العربيه اكيد في اوروبا كلها، يمكن في المانيا حتى لو بعض الناس اللي هم ما عرفوش ايه هو النادي الاهلي اكيد هم عرفوا ايه هو النادي وعرفوا تاريخ النادي الاهلي وعرفوا انجازات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي من كتر اكيد ما كل الاحداث كلها بتتكلم على حدث النهارده. النهارده الحدث الاكبر في الرياضه كلها النهارده الساعه 8 النهارده مباراه الاهلي وبايرن، ولاعيبه بايرن كلها بيقول لك احنا عارفين ان النادي الاهلي في مصر هنا هو بايرن ميونخ في المانيا. فانت ايمن انت بتتكلم في حته ثانيه خالص. انت النادي الاهلي الحمد لله كل بطولاته الكبيره دي بكل لعيبته اللي جت على مدار السنين انت وصلت النادي الاهلي لحته ثانيه خالص. صحيح. الناس بيقول لك احنا عارفين المانيا فيها بايرن ميونخ، مصر فيها النادي الاهلي، فانت ده يعني عارف انت ايه تعظيم ما بعده تعظيم. مزبوط. ولو جبت اي حد من اي دوري تاني في اوروبا هيقول لك نفس الكلام، لان هو النادي الاهلي هو الكبير القوم هنا زي ما بيقولوا. صح. كبير افريقيا كبير العرب كلهم هو النادي الاهلي. مزبوط. يبقى النهارده المباراه طبعا مش سهله، لكن هي في الاخر مباراه مش مستحيله. الطبيعه عملته يا ايمن في مباراه الدحيل الطبيعه انك تكسب. صحيح. مع احترامي الكامل للدحيل ده طبيعي على فكره، انت ما عملتش حاجه لسه جديده. الانجاز يحصل بقى من النهارده. صح. النهارده تبدا تبص على الانجاز، الطبيعي خلص ابدا بص على الانجاز، ابدا النهارده اتمتع بماتشك، اتمتع بالحدث بتاع النهارده. لازم النهارده الموضوع ما يبقاش عصبي. النهارده انت بحدث الله اعلم هتكرر تاني ولا لا، ممكن اه توصل كاس عالم ان شاء الله تاني بس ممكن ما تقابلش حد من اوروبا. صحيح. فهو الحدث النهارده يا امل يا ايمن انك بتقابل فريق من اوروبا ومش اي فريق، ده بايرن ميونخ، حاجه مزبوط. يعني في الكوره حدث ولا حرج. فالنهارده اللي انا بتمناه ان شاء الله يا رب بغض النظر عن النتيجه، ننسى النتيجه خالص مالناش دعوه بيها، دي حاجه مش بتاعتنا، لكن اتمتع بمباراتك النهارده، اتمتع بالحدث النهارده التاريخي اللي حصل لك في اطار الطريقه او اللي عاملها مستر موسيماني على الناس اللي هتبدا، لكن في كل الاحوال ارجو يا رب ان شاء الله مفيش ضغوطات. انا قلت الضغوطات خلص خلاص. صحيح. من غير عصبيه على قد ما تقدر اتمتع بماتشك النهارده. صح. وخلي المباراه تمشي زي ما تمشي، لكن انت ادي المطلوب منك مش اكتر من كده بس. مزبوط. ما تفكرش في النتيجه وان شاء الله خير ان شاء الله النهارده. صحيح. كابتن اسامه، مواجهه البايرن في بطوله رسميه وبطوله كبيره زي كاس العالم انديه شيء يدعو للفخر، شيء يدعو للفخر لكل مصري ولكل اهلاوي. ما فيش شك طبعا، انت النادي الاهلي على طول الحمد لله حاطط جماهيره والناس كلها اللي بتنتمي ليه في مكانه كبيره جدا، بتدعو للفخر دائما يعني. لكن كمان لما بتوصل بطوله زي ديت كبيره، احسن انديه في العالم بتلعب فيها وعلى راسهم طبعا بايرن اللي هو ممثل اوروبا وبطل العالم يعتبر، لان الكره الاوروبيه بالذات على مستوى الانديه يمكن كمان المنتخبات طبعا والانديه، لكن برضو البرازيل والارجنتين بينافسوا جامد جدا في موضوع الكره العالميه كمنتخبات، لكن في الانديه تحت اكتر كمان الكره الاوروبيه معروفه طبعا. طالما بايرن هو بطل اوروبا فهو بطل العالم يعني، ففخر ليك ان انت بتشارك امامه لقاء تاريخي. احنا لما بنقعد نتذكر دلوقتي الكابتن شريف كان بيتكلم على موضوع لما لعبوا مع بايرن في 77 او 78 مباريات تاريخيه يعني، حتى الوديه مع بنفيكا في الستينات مع بايرن ميونخ، مع بعد كده مش عارف روما مع ريال مدريد، ريال مدريد رغم ان هي مباريات وديه ولكن في ذاكره الناس وفي ذاكره اللعيبه وفي ذاكره الجماهير والنقاد وكده. خلي بالك احنا مره لعبنا كمان مع بطل اوروبا كان من رومانيا لو تفتكر، سيوا بوخارست وعلاء جاب جول. مين جاب الجول الثالث تقريبا انت؟ طب ما علينا نرجع بس في مونشن جلادباخ كمان، مونشن جلادباخ برضه لعبناه. صحيح. تعادلنا 2-2 مظبوط، وسيوا بوخارست طبعا كاس طه اسماعيل كان مظبوط، ربنا يديه الصحه والعمر. ايوه صح، كان بطل اوروبا. فاقصد دي رغم ان هي مباريات وديه فلسه في ذاكره الناس وفي ذاكره الجماهير، فما بالك انت بتلعب بطوله رسميه مع بطل اوروبا فهي اتسطرت خلاص في التاريخ قبل حتى اللقاء. صحيح. يعني اللعيبه اللي هتشارك والجهاز الفني والنادي كله هتبقى في التاريخ انه مباراه الاهلي وبايرن سنه 2021 في قطر. صحيح. فطبعا حاجه تسعد كل اهلاوي،
واعتقد ان النهارده ان شاء الله اللعيبه هيبقى عندها طموح كبير جدا انها تحقق حاجه. والكره مش رياضه يعني, مش قصدي ماس يعني, مش واحد زائد واحد بيساوي اتنين. كره في الملعب وممكن تحصل المفاجآت, والنادي الاهلي نادي كبير, فاللعيبه لازم تلعب بدون ضغط وبدون خوف وتأدي بشكل كويس يسعد جماهير النادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه. ممكن ربنا يوفق ان شاء الله ونكسب, وممكن الكره فيها ان احنا ممكن نخسر, ده يعني ما فيش مشكله. وانا عايز اقول حاجه يا كابتن اسامة على برضه حته المفاجآت دي. احنا ليه بنقول مثلا ان احنا لو كسبنا بايرن ميونخ تبقى مفاجاه؟ ما ممكن نبقى احنا ندي اليوم في الملعب. لا ممكن هي, بص هي هتقول لي على النسب طبعا والارقام بتتحاسب بشكل كبير لبايرن ميونخ, ولكن مين قال ان احنا لو كسبنا تبقى مفاجاه؟ مش شرط. لا هو ايمن, بص الـ زي ما النادي الاهلي في افريقيا لما بتيجي فرقه نسبيا اقل شويه في التاريخ, في الامكانيات الفنيه, في الظروف, في حاجات كتيره بتبقى احيانا, او في الدوري المصري بتبقى مفاجاه ليها. انت النادي الاهلي طبعا كبير وبطل افريقيا صحيح, لكن ما فيش شك ان الكره الاوروبيه والكره الالمانيه سابقه الكره المصريه طبعاً طبعاً. فهي مش هنقول انه ما فيش شك انه بايرن ميونخ اكتر خبره, اكتر احتكاكا في الدوري الالماني او الدوري الاوروبي, لكن زي ما انت قلت الموضوع في الملعب. مزبوط. يعني 11 واحد مزبوط. قدام 11 واحد مزبوط. بصرف النظر عن اسمائهم, والله ما فيش شك ان هم فرصهم اكبر نسبيا في الفوز بحكم تاريخهم, لكن ان شاء الله احنا نقدر نعمل معاهم مباراه كويسه, وممكن ان شاء الله نحقق المكسب باذن الله, وتبقى انجاز تاريخي, ومش هنعتبره زي ما انت بتقول مفاجاه غير عاديه, لكن حاجه ممكن تحقق في الملعب يعني باذن الله رب العالمين. كابتن هاني, زي ما قلنا قبل كده, مش اي فريق يصل للدور قبل النهائي في بطولة عالمية زي دي ويلاعب أبطال أوروبا زي النادي الأهلي. صحيح. وإحنا واخدينها ليلة تاريخية ومباراة تاريخية. مفيش شك. حضرتك لعبت فترة كبيرة جدا وشرفتنا تمثيل مشرف جدا في ألمانيا. إحنا شايفينها مباراة تاريخية ويوم تاريخي لنا. بايرن ميونخ والألمان شايفينها إزاي؟ طبعا خلينا نتكلم, بايرن ميونخ والالمان شايفانا من خلال بعض التصريحات بالنسبه لفليك المدير الفني للبايرن, وكمان كيميتش النهارده كان في المؤتمر الصحفي, من خلال تصريحاتهم ممكن نشوف البايرن شايفها ازاي, ومن خلال كده كمان الجماهير البايرن اكيد يعني هو في احترام طبعا للنادي الاهلي من المدرب ومن اللعيبه, في احترام كامل للنادي الاهلي, تابعوا النادي الاهلي لو مش من بعيد لكن من قريب, يعني تابعوا النادي الاهلي بشكل طبيعي على المستوى الطموحات, اكيد هم عايزين يحققوا السداسيه. يعني النهارده فليك هو بيتكلم احنا الموسم اللي فات هو الموسم الاعظم يمكن في تاريخ البايرن, عايز كمان يكرر انجاز برشلونه في 2006 انه حصل على جميع البطولات, فبالنسبه لهم وبالنسبه للالمان اللي انا عشت معاهم لا يعني في مش جايين يهزروا, يعني ما فيش دلع في الكلام دوت, بالنسبه لهم مباراه كبيره جدا, مباراه مهمه جدا على مستوى, خلي بالك هم بيفكروا كمان فلوس طبعا, وبيفكروا ايمج النادي بتاعهم, فبتتكلم على طموحات, عندهم طموح السداسيه, ده طموح عندهم طموح اكيد ان هم يعني يقرروا ما حققوا برشلونه, وكمان على مستوى كمان البرستيج وعلى مستوى الفلوس, كل دوت بيدي دوافع غير الدوافع الطبيعيه للشعب الالماني. الشعب الالماني دايما يمكن ما بيهزرش في المواقف الجد يعني. لكن هرجع للنقطه الثانيه, مكاسب النادي الاهلي حتى قبل المباراه واحنا بنتكلم فيها مكاسب كبيره جدا, ان شاء الله المكاسب دي تزيد من الاطار الفني ان شاء الله باداء اللعيبه, لكن خلينا نقول ان وجودنا احنا هنا في الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي واحنا بنحلل او بنشوف مباراه النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل بيلعب ضد البايرن, فاعتقادي ده شيء يدعو للفخر, شيء يدعو للفخر كمان كابتن ايمن, كل الناس كل مصر دلوقتي بتتفرج على المباراه بغض النظر عن الانتماءات, كل الناس بتدعي للنادي الاهلي لان هو ممثل مصر والقاره الافريقيه, مباراه يمكن على مستوى التاريخي اول مباراه رسميه النادي الاهلي بيلعب بطل اوروبا, يمكن في النسخ السابقه ل
كاس العالم للأندية حتى الوصول للدور قبل النهائي كان امام فريق من امريكا الجنوبيه. فخلينا نتكلم ان واخد من كلام حضرتك ان ليه لا ان شاء الله نعمل المفاجاه، لان في اعتقادي هتبقى مفاجاه. نتكلم بكل امانه، لو النادي الاهلي النهارده فاز اكيد هتبقى مفاجاه، فارق الامكانيات وفارق الفنيه داخل الملعب، لكن كل دوت ويمكن يعني باستثناء الكابتن شريف احنا لعبنا كاس العالم والكابتن شريف لعب امام البايرن، واعتقد ديت وانت لعبت قدام البايرن كتير يعني الحمد لله. اول بطوله ليا كانت مع فيردا بريمن بطوله السوبر الالماني، كنا بنلعب البايرن كان هو بطل الدوري وبريمن بطل الكاس وكسبنا 3-1. دي كانت اول مباراه ليك ضدهم. اول مباراه في المانيا يعني كنت ألمانيا. جاي جاي من نيوشاتل، فاقدر انقل لك احساس اللعيبه وانت بتلعب قدام البايرن. احساس فيه جزئين، جزء اكيد فيه خوف ورهبه، والجزء دوت تتفق معايا انه بعد 5 دقايق الموضوع ده بيتنسي، يعني خلاص ما بتفكرش في الاسماء، انت بتفكر بوزيشن، بتفكر لعيب بغض النظر عن الفرقه اللي بتلعبها. ان شاء الله ده خلال 4-5 دقايق الرهبه ديت تروح من لعيبه النادي الاهلي على المستوى الطموحات. ان انا كنت يعني كان طموحاتي ان انا عايز اقدم مباراه كويسه، اي اول مباراه ليا في المانيا في مباراه بطوله مش مباراه ماتش عادي، يعني كان في بطوله السوبر. انا حسيت يعني من خلال المباراه نفسها ان لا الفروقات مش بعيده، يعني انت لما بتجاري الناس ديت يعني احنا لعبنا قدام منتخب المانيا هولندا في كاس العالم، بتحس ساعات في المباراه لا انك قريب مش بعيد. ال90 دقيقه ليها ظروفها وليها ليها حاجات، لكن انا بتكلم قبل المباراه ان وجودنا وجود النادي الاهلي في مباراه زي دي تاريخ كبير جدا وشرف كبير جدا، ان وارد ان احنا نعمل مفاجآت. وارد يعني ما فيش شك، كل شيء وارد في كرة القدم. النتيجة الطبيعية على الورق زي ما بنتكلم البايرن يكسب بكل امان، لكن نتكلم على كرة قدم معطياتها داخل الملعب لا كل شيء وارد. نتمنى التوفيق للاعبتنا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله نعمل نتيجة كويسة. ونقطة مهمة جدا، احنا قاعدين في الاستوديو مستنيين المباراة عشان نستمتع. كمان اللعيبة تستمتع بالاجواء، تستمتع بالملعب، تستمتع بان هم بيلعبوا امام بطل اوروبا. ما فيش ضغوط زي ما الكابتن علاء قال، ما فيش ضغوط عليك، طلع كل حاجه عندك بدون خوف وبدون قلق. اعتقد ده هيكون ليه ان شاء الله مردود على المستوى الفني باذن الله رب العالمين. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن طريقه لعب وتشكيل النادي الاهلي. ارجوكم انتظروا. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. الفيديو اللي احنا شفناه من شويه ده تم بالتعاون مع ما بين المركز الاعلامي للنادي الاهلي والمركز الاعلامي لنادي بايرن ميونخ. كل الشكر للاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي بالنادي الاهلي. عايزين بقى نروح نشوف الاجواء في فروع النادي الثلاثه، اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد، مع زمايلنا الاعزاء سالا حامد ومحمد توفيق ومينا ماهر. اتفضلي يا سالا. برحب بك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وطبعا برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي بالجزيره امام تحديدا شاشه العرض، الشاشه الرئيسيه، عشان انقل لكم كل الاجواء هنا والامور قبل بدايه وانطلاق مباراه تاريخيه، مباراه مهمه هتجمع ما بين الفريقين، بطل افريقيا النادي الاهلي نادي القرن وبطل اوروبا الفريق العالمي بايرن ميونخ، ودي هتكون يعني اول مباراه رسميه هتجمع ما بين الفريقين. خليني اقول لك يا كابتن ايمن، زي ما حضرتك شايف يعني الأجواء ورايا في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا داخل مقر النادي، ويعني يمكن كنت موجوده انا هنا قبل بدايه المباراه بثلاث ساعات، في الساعات الماضيه قبل ما اكون مع حضرتك على الهواء مباشره، كان يعني في اعضاء كتير جدا، كان في احاديث جانبيه ما بين الاعضاء، الكل يعني بيتكلم في المباراه، كبير صغير سيدات رجال، الكل بيتكلم كمان في امور فنيه. هل يعني النهارده ان شاء الله المدير الفني بيتسو موسيماني هيبتدي المباراه ازاي؟ هيبتدي يعني بخطة 4-2-3-1 ولا هيبتدي ب 4-3-3 نظرا لاهميه وصعوبه المباراه؟ الكل متحمس، الكل فرحان النهارده ان شاء الله ان هو يعني هيتفرج على النادي الاهلي امام فريق عالمي زي بايرن ميونخ. كمان يا كابتن ايمن خليني اقول لك انه في مجهود كبير جدا حقيقي النهارده بيبذل داخل المقر من يعني قبل الاداره التنفيذيه واداره الخدمات، اداره الخدمات جميع العاملين معهم الاستاذ محمد الالفي،
المشرف العام على الخدمات والمنافس الفروع النادي الاهلي الثلاثه، كان متواجد كمان بينظموا يعني الكراسي والاماكن لاعضاء النادي الاهلي عشان كل يبقى عنده الامكانيه ويعني يقدر يتفرج على المباراه بشكل جيد. وكمان ده طبعا يعني بيكون تحت اشراف يعني جميع افراد الامن، معاهم يعني سياده العميد علاء صلاح وطبعا الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي، كلهم متواجدين هنا. كل التحيه وكل الشكر طبعا ليهم على مجهودهم الكبير اللي بيبذلوه الصراحه النهارده في يوم زي ده. الاجواء هنا يا كابتن ايمن استثنائيه، كل الاعضاء هنا موجودين، الكل فرحان وكله بيكون حريص على ان هو يجي يتفرج على المباراه هنا بالذات في مقر النادي نظرا للظروف الاستثنائيه يعني الاجواء الاستثنائيه واللي بتكون اكثر من رائعه. يا رب النهارده ان شاء الله يعني لاعبي النادي الاهلي يكونوا قد المسؤوليه وقد الدعم اللي دايما بيشوفوه من جميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ويحققوا الفوز النهارده ان شاء الله على نادي بايرن ميونخ. مباراه صعبه لكن ما فيش يعني حاجه مستحيله، دايما النادي الاهلي معلمنا وجمهور النادي الاهلي عارف ده كويس انه ما فيش مستحيل مع النادي الاهلي. انا طبعا معاك يا كابتن ايمن، لو في اي تساؤلات او في اي استفسارات والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا سلا. ومن اهل الجزيره هنروح لاهلي مدينه نصر والزميل محمد توفيق، اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي والجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان اللي بيتابعونا. يعني بيتجدد اللقاء والاستوديو التحليلي، المره دي مش جوله من جولات الدوري العام ولا كاس مصر ولا بطوله افريقيا، لا يا كابتن ايمن احنا بنتكلم في نصف نهائي كاس العالم للانديه. النادي الاهلي كبير افريقيا وبطل القاره الافريقيه وبايرن ميونخ يعني زي ما بنقول افضل فرقه في العالم وبطل دوري ابطال اوروبا في نسخته الاخيره. لو هوصف الاجواء هنا في مدينه نصر مش هقول غير كلمه واحده، هنا في عيد في مدينه نصر النهارده، عيد جمهور النادي الاهلي من حقه يفخر، وده اللي حاصل بالفعل هنا داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن الاداره التنفيذيه عدت المكان على اعلى مستوى، يعني كاننا في استاد مصغر هنا، الناس جت بدري جدا عشان تحجز اماكنها، درجه الحراره والجو النهارده كمان كانت مساعده ان الناس تنزل بدري جدا وتحجز اماكنها امام الشاشه الرئيسيه هنا بالفرع النادي الاهلي. حاله الشوارع كمان يا كابتن ايمن كده اكيد حضرتك شايف الاجواء حوالينا هنا وورانا، الشوارع قبل المباراه كانت زحمه جدا في طريقنا للنادي، يمكن الناس كلها كانت عايزه تخلص مصالحها وتجري على البيوت تلحق تشاهد المباراه مع بدايتها. اجواء اكثر من رائعه، اعتقد ان احنا ما شفناهاش من سنين. بقت الاعلام في كل مكان، اعلام النادي الاهلي بتخيم على سماء القاهره وعلى كل المحافظات. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي لازم يفخر بناديه ويفخر بوصول النادي الاهلي لهذه المرحله، وان شاء الله يا رب الماتش ده يتكرر ان شاء الله يوم الخميس. والناس كلها امل، يمكن بمجرد خروج تشكيل النادي الاهلي الناس بدات تحلل وتتكلم على التشكيل، هل ده تشكيل مناسب، هل كان ممكن يكون في بدايل. الناس داخله في حاله المباراه وداخله في المباراه بشكل عام، وجمهور النادي الاهلي من ورانا هنا شايف الفرحه، والناس فعلا فرحانه بالوصول للنادي الاهلي ومستنيين المزيد يا كابتن ايمن ان شاء الله، ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي ويعمل مباراه كبيره ان شاء الله، والتوفيق يكون ان شاء الله حالفنا. كلمه ليك كابتن ايمن ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا محمد. ومن اهلي مدينه نصر هنروح لاهلي الشيخ زايد والزميل مينا ماهر، اتفضل يا مينا. تحياتي ليك كابتن ايمن وتحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن لا صوت يعلو فوق مباراه القمه الحقيقيه بين فريق بطل افريقيا فريق النادي الاهلي وايضا فريق البافاري بطل اوروبا بايرن ميونخ. يمكن احنا على اعتاب يعني مباراه قويه جدا، مباراه بتخلينا كلنا فخورين باننا بنشجع النادي الاهلي. يمكن في حديثي مع الاعضاء اللي كانوا موجودين في مقر النادي الاهلي يعني منذ ساعات مستعدين للمباراه، كله كان متوقع فوز النادي الاهلي رغم الاسماء اللي احنا كلنا عارفينها في الفريق البافاري ورغم امكانيات الفريق البافاري، لكن كل الاعضاء ويمكن كل الناس والمصريين كمان بيشجعوا النادي الاهلي واثقين في قوه والروح الفريق النادي الاهلي. يمكن كمان في طريقي لمقر النادي الاهلي بالشيخ زايد كان في كمان العربيات والاعلام، يعني اجواء احتفاليه. يا رب ان شاء الله النصر النادي الاهلي ممثل افريقيا والعرب، وان شاء الله كلنا ثقه في فريق النادي الاهلي. يمكن كمان بعد ما اعلن التشكيل كل الاعضاء كانوا بيتكلموا عن التشكيل، وطبعا يعني كل واحد بيقول رايه، لكن كله كان ثقه كبيره جدا في كوتش بيتسو موسيماني وكمان في الاعضاء. كمان يعني يمكن شايفين ورايا يمكن زميلي عمر ممكن يورينا الاعضاء في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، كله في حماس دائم، كله نفسه النادي الاهلي النهارده يفرحنا ان شاء الله ونقدر نوصل نقدم مباراه قويه ونفوز على فريق البافاري وايضا نوصل لنهائي كاس العالم. دي كانت كواليس هنا من مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، العوده لكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء سالا محمد ومحمد توفيق ومينا ماهر، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن شريف كله بقى بيتكلم فني، يعني نتكلم فني شويه بقى.
نبص بقى على تشكيل النادي الاهلي. اكلمك عليه دي وينج ليفت النادي الاهلي. ايوه زي وائل. اي واز ذا بيست وينج ليفت. انا فاكر طبعا طبعا الاهلي تيم اجينست بايرن ميونخ 1977 اند يو سكور اوريدي. انا اي ريكومند تو داي الطموح بقى والامال. النهارده انا شايف عايز اخد من كلام مينا وشيلا ومحمد توفيق. محمد توفيق رغبه الاعضاء النهارده بيكلمك بيقول لك انا عايز ابقى في النهائي. ايوه مش جايين بس يتفرجوا على مباراه ضد بايرن ميونخ. يعني نعرض التشكيله كابتن على الشاشه ونتكلم في عليها. محمد الشناوي، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف وبدر بنون في القلب، قدامهم وسط دفاعي حمدي فتحي عمرو السليه، الوسط الامامي طار محمد طار وحسين الشحات على الاطراف، وفي القلب مجدي قفشه، وقدام محمود كهربا. والبدائل موجودين معانا اللي هم كل الفرقه كل الفرقه بتبقى موجوده باذن الله. تغيير واحد حصل اعتقد دخول كهربا مكان بواليه. هل كنت متوقع التغيير ده؟ ده احنا كلنا حدش متوقع. اقول لك احنا مصر والدنيا والعالم كله قاعد يحط ديانج في التيم ويلعب ب 4 3 3 مع تدوير الفكره او تدوير شكل التيم على اسلوب اداء بايرن ميونخ. أيوة. وكده كده انت في اسامه بتلعب قدام فرق زي دي بتطور نفسك او انت بتعمل الشكل التركيز اللي انت عامله او الروح. أيوة. اللي هي اساس الماتش النهارده. أيوة. كرامه اللاعب النهارده وطموحه ان يبقى في مباراه زي دي يثبت وجوده. يثبت. أيوة. وجوده العالميه كلها. احنا النهارده بنلعب ضد فرقه ابطال العالم وانت ابطال افريقيا. أيوة. بيتعرفوا عليك، فمن حق كل لاعب موجود في النادي الاهلي النهارده انه يدي اكتر حاجه موجوده عنده. صحيح. ده تاريخ بالنسبه له بيتشطر النهارده في ادائه في نتيجته في كل شيء. فالوجود في الملعب النهارده على حسب امكانيات الفرقه اللي قدامك، هل هتتناولك ببطء وفي اي وقت هكسبك وكده، ده اللي اتمناه ان انا اللي اخطفه بقى. انا اللي اوري له سرعه الاداء. بقول لك يا كابتن شريف ممكن نروح بس نشوف جمهور النادي الاهلي حوالين الاستاد شكله ايه. ياريت. ونسمع اصوات الجمهور. اتفضل. ما شاء الله. جمهور النادي الاهلي حاجه عظيمه في كل حته في العالم. شكل جميل جدا بالادهى ان اللعيبه تحس بهذا الشكل، واللعيبه باذن الله يعني بتسيب ذكرى وهي ماشيه في المكان لاهلنا في قطر. ان احنا الحقيقه احنا البطل اسما ولعبا وكل شيء. وده دايما طبيعه النادي الاهلي في المباريات العالميه، مباريات في الدوري، في كل حاجه، فاحنا بنصدر لهم السعاده دايما والبهجه. وكان باذن الله النهارده يبقى في توفيق من عند ربنا ان احنا نبقى موجودين في الملعب بالشكل اللي يتمناه اي اهلاوي موجود، بالشكل اللي الناس دي كلها بتحجز كرسي من الساعه 4 والساعه 5 عشان يبقى لها حتى سبق ان هي اتفرجت على مباراه زي دي عالميه موجوده. انا مش قلقان اصلا من المباراه غير ان انا حاسس ان الروح اللي فريق النادي الاهلي لعبها قدام الدحيل في اول شوط اعتقد انها هتبقى موجوده. اعتقد ان تفكير اللاعبين هيبقى موجود. كل لاعب عنده كرامه، الكرامه بتاعته انت زيك زي ما قال علاء وهاني واسامه 11 وسامه قال لك 11 قدام 11، احنا 11 قدام 11. القوه البدنيه بتاعتهم وجنابري ياما شفنا ماتشات الفرقه انت بهدوءك بالباص السليم بتاعك بكل شيء انت بتستحوذ، بتفقد اللي قدامك الميزه اللي هي قدامه ان هو العالمي اللي هو يقدر يخلص على اي حد في اي حد. كل الكرات العرضيه اللي بيعملوها انت بتستقبلها بهدوء وبتخرجها او بتعرف توقف مفاتيح اللعب عنده، بتعرف تلعب كوره كمان وتعرف تعمل 1 2 عليهم وتعرف تسرقهم من ناحيه الاطراف وتعمل عرضيات وتتوفق في كهربا يجيب جول وقفشه والناس اللي احنا كلنا حاطين امل عليهم النهارده ان هم يكونوا في ازهى وقت ليه وبيلعب فيه كوره متوفق، يعني متوفق في كل شيء بيلعب وهو حاسس بالمسؤوليه الكبيره انه بيلعب قدام فرقه كبيره جدا. فانا النهارده مش قلقان من اداء النادي الاهلي. انا بس عايز ان احنا نعدي التيم اللي رايح جاي، الاوبن جيم اللي هيبقى موجود. يا باشا على حسابي انا، هاني يخش في جول في الاول يفقدني بقى الحماس ويفقدني البتاع واخش في المهاترات اللي بتيجي في دماغي ان هيفي سكور ومش هيفي سكور اللي الاعلام صدره قبل كده. فانت النهارده لو توفقت وانت اللي بقالك سبق الحراس كمان انك انت تبقى موجود في الملعب وانت اللي كسبان، هتعمل هزه ارضيه، هزه نفسيه، وهيخلي كل اللي موجودين في الملعب
يدوروا على اساليب تانية وانت تبقى بالهدوء بتاعك وتقدر بقى تفكر وتقدر تعمل الامدادات اللي دايما احنا حتى في الشوط الثاني بيبقى لنا الصوت فيها وفينا كله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء قبل ما نتكلم في تشكيل النادي الاهلي يعني نروح نتكلم على تشكيل بايرن ميونخ. هينزل على الشاشه معانا هيبقى الحراس المرمى مانويل نوير وناحيه اليمين بافار ناحيه الشمال الفونسو ديفيز الاثنين اللي في القلب الابا وبواتينج وحطوا عينيكم على بواتينج دوت لانه ده نقطه ضعف رئيسيه في دفاع البايرن. الاثنين اللي قدامهم مارك روكا وكيميتش والثلاثه اللي قدامهم على الاطراف جنابري كومان في القلب مولر وقدام ليفاندوسكي. هنقولها تاني مانويل نوير على الاطراف بافارد الفونزو ديفيز في القلب الابا وبواتينج الاثنين اللي قدامهم مارك روكا وكيميتش الثلاثه اللي قدامهم الوسط الهجومي جنابري وكومان وفي الوسط مولر وقدام ليفاندوسكي. كابتن علاء التشكيل النادي الاهلي حاجه من الحاجات اللي انت بتحبها ان مستر موسيماني ما غيرش طريقه اللعب انما هو لعب في الافراد. الحاجه الوحيده اتغيرت هو كهربا بالظبط دي حاجه يمكن الحاجه الوحيده ما كانش في حد متوقعها خالص ولا بالزبط. نقاد ولا جماهير ولا احنا حتى ولا لعيبه ان هو يبدا النهارده بكهربا في حته راس الحربه دي لوحده. ويمكن يا اما انت قلت حاجه كده بسرعه ان حته بواتينج وقلبة هو بيدور على الامكانيات اللعيبه اللي عنده امكانيات كهربا غير بواليا غير محمد شريف. كهربا يمكن عنده سرعه اداء عنده سرعه لوحده مهاريا اعلى شويه هو ممكن يكون بيلعب على الحته دي او عايز يستغل المكان ده يستغل المكان ده في اختراق في القلب ممكن ياخد فاولات على ال 18 يعني هو عايز حد ممكن يعمل قلق شويه في حته الـ القلب دي ايمن لان على الاطراف هم اقوياء جدا صح يعني كان بيتكلم وقت واحنا بندردش في الفاصل هم على الاطراف اقوياء جدا دفاعيا والاثنين بيلعبوا الاطراف يعني غلطاتهم قليله جدا اقوياء جدا سرعه جدا مهاريين كمان يعني حتى هم عندهم مهاره الناس بيلعبوا على الاطراف لكن هي دايما حته المشكله عند بواتينج مش عند قلبه كمان قلبه من اللعيبه الممتازه موجوده في بايرن ميونخ من فتره كبيره قوي فهو يمكن حط كهرباء على المكان ده في المكان ده لكن الشكل العام 4 2 3 1 لكن دايما في حاجه ايمن التطبيق هيبقى ازاي صح النهارده ممكن تلاقي التطبيق مختلف خالص هتلاقي النهارده ممكن في وقت الوقت تبقى 4 4 4 2 او 4 4 وهتلاقي محمد مجدي 1 1 صح هو واضح ان مستر موسيماني النهارده مهتم قوي بقلب الملعب بس مش في القلب على الاطراف كمان لان فريق الباير دايما الاطراف بتاعته قويه جدا الاثنين حتى الظاهرين والاثنين بيلعبوا على الاطراف اذا كان كومان او جنابري اثنين اقوياء جدا وسرعة جدا ومهاريين قوي فهو عايز يامن الاطراف كويس قوي كويس لانه ما عندوش مشكله في حمدي فتحي وعمرو السوليه يقفلوا حته القلب دي لكن النهارده انا يعني من وجهه نظري على حسب التشكيل ده كده النهارده هتلاقي فيه النهارده طاهر والشحات النهارده اربعه في نص الملعب مش اثنين يبقى 4 4 1 1 او 4 4 2 زي ما اتقال لكن هو النهارده كل اهتمامه قلب نص الملعب يتقفل كويس قوي وغالبا مش هيقابل من قدام النهارده مش هيقابل من قدام لان هتقابل من قدام هتلاقي فيه مساحات وراك وهم عندهم حته السرعه والمهاره عاليه جدا لكن ممكن يبقى كهرباء على دايره السنتر وكل فريق وراه بس مش ورا قوي يعني مش هيبقى دفاع متاخر قوي عند الشناوي لكن هو على قد ما يقدر هيقفل المساحات في نص الملعب هو النهارده مثل موسيماني فلسفته واضحه هيقفل مساحات نص الملعب على قد ما يقدر الاطراف هتقفل كويس قوي لان دي نقطه تميز جامده جدا في فريق باير وبيعتمد على الحته دي دايما اللي بيتحرك بين الناس الديفندر وبين راس الحربه اللي هو مولر لعيب مفتاح لعب للباير كل المشاكل ممكن هو بيحلها تحركاته واعيه جدا بيعرف يروح دايما على الاماكن الخطر في يعني في ثانيه دايما تلاقيه عند الجول على طول هداف كويس قوي كمان دايما بيسرق في حته الاماكن اللي ورا ليفاندوسكي على طول بيسرق وراه كويس قوي فلازم مراقبه كويس قوي لتحركات مولر يعني مولر دايما بيقول لك المهاجم الخفي ما بتعرفش بيجي منين لكن هو بيعرف يحل المشاكل عنده حته التهديف عاليه جدا عشان كده التشكيل انا عن نفسي مقتنع بالتشكيل ده كويس قوي. طب ممكن في حاله الدفاع كهربا ينضم للثلاثي اللي وراه على طول دوت ويبقى رابع معاهم طب ما محمد يبقى ويقفل مجدي على الجنب لا لازم حد يقابل وطار يدخل جوه لازم حد يقابل لازم حد يقابل لازم حد يقابل الوحيد اللي هيقابل
محمود كهرباء بالظبط، هو هيقابل ايما، هيقابل عشان الاثنين اللي في النص ما يطلعوش ايما، اللي هو قلابه بواتنج كويس. الباقي بقى خلاص كل واحد ليه مهام، طاهر والناحيه الثانيه الشحات هيقفلوا الجناب كويس قوي، وفي اتنين في القلب، وهتلاقي اللي تحتيه على طول هتلاقي محمد مجدي. يعني اللي انت بتتكلم فيه ده هيعمله محمد مجدي مش هيعمله كهربا. لان كهربا لازم يقابل اتنين مساكين، لان لو سبت كده المكان ممكن اي حد يتقدم من قدام. ودايما مشكله الماتشات التقيله دي ايمن اللي بيجي بالكره على مساحه، ان هو بيجي بالكره على مساحه واحد زياده فاضي في الماتشات دي ممكن تعمل لك مشاكل جامده جدا. بس احنا هنقابل من نص الملعب، مش هتقابل، مش هتعمل ضغط عالي، استحاله طبعًا. استحاله، حتى لو عملتها دقيقتين لكن مش هتستمر عليها، لان الضغط العالي ده مع فريق زي بايرن ميونخ لا هتبقى المشاكل فيه كتير قوي النهارده. طيب هنطلع لفاصل ونرجع نتواصل مع الكابتن اسامه والكابتن هاني رمزي، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، كنا بنتكلم على تشكيل النادي الاهلي وازاي المستر موسيماني النهارده بالتشكيل اللي على الورق وبيلعب 4 2 3 1 ازاي يبتدي الماتش من وجهه نظرك الفنيه مع البايرن؟ هل هيبتدي من نص الملعب؟ هل هيبتدي ضغط قدام؟ هيلعب ازاي؟ بدايه طبعا التشكيل هو نفسه التشكيل اللي لعب ماتش الدحيل باستثناء كهربا مكان بواليا. طبعا هي بس كانت متوقع ان ممكن ديانج لانه قوي جدا وحالته الفنيه كانت كويسه، هي دي بس اللي يعني كنت متوقع انه يبدا اللقاء. كنت متوقع ان يبدا ديانج بدايه المباراه بنفس الطريقه ولا يلعب ثلاثه في نص الملعب؟ لا بنفس الطريقه. كان يبقى على حساب مين من وجهه نظرك؟ ممكن كان يلعب بثلاثه ماشي، بس الطريقه دي طبيعيه عشان موضوع مجدي قفشه، واحنا لما اتكلمنا فيها قبل كده مجدي قفشه من اهم الناس اللي يعني بيعرف يستلم الكره في النادي الاهلي، عنده بيعمل ايقاع للاداء النادي الاهلي، ما بيقلقش لما الكره بتروح له، بيعرف يستلم ويسلم كويس قوي، يعرف عنده رؤيه انه يعمل تمريرات بينيه للمهاجمين او يكمل المهاجم او يكمل معاه. فلو لعب 4 3 3 كان هيبقى صعب يحط مجدي، عشان مجدي قلنا الاطراف لو كان ابتدى بثلاثة مجدي في الأطراف ما بيلعبش، كان هيضطر ينضم لجوه فهيسيب باك من الباكين معهوش جناح، فدي كانت مشكلة 4 3 3. فهو ده طبيعي، بس الفكرة ان ديانج طبعا قوته البدنية قوية جدا وكانت الحالة الفنية بتاعته عالية، بس طبعا دي وجهات نظر، اكيد مستر موسيماني أدرى بقى بالحالة اللعيبة اللي معاه هناك. موضوع كهربا وشريف وبواليا يعني هي فكرة، هو على أساس أن كهربا ممكن ينضم أكتر للخماسي بتاع وسط الملعب ويعني بقاش مهاجم متشاف قوي. هي ليها ميزة وليها عيب طبعا، إن لما بتكون واحد قدام في المنطقة اللي هي بين السردباكين وبتعمله تمريرات سريعة بيبقى قريب للجون، لكن لو بعد قوي على الأطراف وكده هتبقى مشكلة، أو لازم يحلها حسين الشحات ولازم يحلها طاهر ولازم يحلها قفشه، انه يقطع في المنطقه اللي في العمق لو كهربا راح على الاطراف. فكان ممكن برضو البدايه تبقى بشريف او بواليا، لكن برضو الماتش 90 دقيقه ولسه الناس دي ممكن تنزل الشوط الثاني ويبقى فيه تغيير في الاداء حسب ظروف اللقاء. يعني بالنسبه للنادي الاهلي ما اعتقدش انه يقدر يبتدي ضغط عالي من قدام، لانك انت دي بتعملها تملي لما الفرق تكون اقل منك في المستوى، يعني سواء انت بتلعب في الدوري المصري او حتى في افريقيا في بعض المباريات تقدر تضغط ضغط عالي كتير، لانه الضغط العالي
له مميزاته وله عيوب. انت لما بتكون فرقه اقل وانهم ما بيعرفوش يبتدوا الكره من ورا وبيخطئوا اخطاء كتيره ورا الضغط العالي بيغلطهم وبتبقى انت قريب من الجون. ايوه. وبعدين انت لما بتضغط كده عالي بتضطر ان الخط الخلفي كله يطلع لقدام قوي لنص الملعب واحيانا بعد نص الملعب كمان بشويه، فهتبقى في مساحات كبيره قوي في ظهرك. دي مع فرق قليله ممكن ما يعرفوش يستغلوا الكلام ده. ايوه. يعني مع فرق مستوى اقل منك او مستواك ممكن ما يقدروش يستغلوا ده. لكن انت كنادي اهلي بتلعب مع بايرن بطل اوروبا، عندهم سرعه في الاداء عاليه جدا، عندهم سرعات عاليه جدا من كومان وجنابري، عندهم سرعه في الاداء يعني ممكن كرات على طول في اللحظه اللي انت تغلط فيها تتحط في الحتت الفاضيه. ايوه. فانت لازم تلعب لتحت. ايوه. لتحت، مش ضروري لتحت لغايه تلعب على اخر 30 متر، ممكن يبقى من 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 على الدايره يعني تلتين او لنص الملعب. وطبعا احيانا هتضطر انك تنزل الفرقه كلها تحت ملعبك احيانا. دي تضييق المساحات ده هيخلي فيه صعوبه شويه لفرقه بايرن انها تبقى مرتاحه في 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 اللعب. هم خلي بالك المهارات طبعا كتيره، هم مش غير عاديين في مهارة المراوغة والحاجات دي، لكن هم عندهم التمرير سريع وسرعة في الأداء، فدي لو لقت مساحات فاضية كتير قوي سهل انه ينقل فيها، فلازم تقفل انت لتحت شوية. كومان مراوغ. كومان طبعا عندهم كومان وجنابري عندهم حاجة كمان. كومان استاذنكم نروح لزميلنا أمير هشام على التليفون عشان ينقل لنا الأجواء من ملعب برا. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك، تحياتي كابتن هاني، كابتن شريف، كابتن علاء، وكابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قول لي الاجواء عندك ايه يا امير؟ يعني في الحقيقه هي اجواء اكثر من رائعه، اجواء تاريخيه، مباراه رسميه بين الاهلي وبايرن ميونخ في الملعب. في الحقيقه في عدد كبير جدا من الجماهير اكثر من المباراه الاولى اللي كانت مع الدحيل، وده بسبب ان الملعب يعني ساعته اكبر من ملعب المدينه التعليميه اللي استضاف المباراه الاولى، فبالتالي الاعداد المسموح بها بيكون اكتر، فجمهور النادي الاهلي تقريبا هو اللي موجود في ارضيه او الموجود في مدرجات الملعب. والتشجيع اخباره ايه؟ بيشجعهم من قبل المباراه ولا ايه النظام؟ نعم. التشجيع ما انا بقول لحضرتك يا كابتن، هو الجمهور الاهلي بيشجع من اللحظه الاولى، من قبل ما الفريق حتى ينزل عمليات الاحماء في الملعب، هتافات لكل لاعبي النادي الاهلي، هتافات للفريق ككل، مطالبه بتقديم اداء جيد، في ثقه كبيره جدا واضحه من التشجيع في اللاعبين، ثقه كبيره في الجهاز الفني، الكل هنا يعني عنده شغف كبير لانطلاق المباراه وانتظار هذه اللحظه، وهي لحظه في الحقيقه تاريخيه انك بتلاعب فريق كبير زي فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه، فان شاء الله الاهلي يقدم مباراه كبيره، ان شاء الله الاهلي يقدر ان هو يفرح كل جماهير الاهلي والكره المصريه في كل مكان، الاهلي يقدر، خلينا ناكد على كده، لان احنا فريق كبير، بطل القرن في افريقيا، بطل البطوله الاخيره بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي عندنا كمان لعيبه مميزه، ان شاء الله باذن الله بس يكونوا في يومهم، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حالفهم من المولى عز وجل، وهنتابع ونشوف الامور ماشيه ازاي، لكن الاجواء بصراحه في الملعب اكثر من رائعه، والكل يعني سعيد بهذه الاجواء التاريخيه، وجمهور الاهلي في الحقيقه يعني وفي ظهر الفرقه في الملعب، وامر غايه في الاهميه، ارضيه الملعب طبعا اكثر من رائعه، جو رائع النهارده، جو جميل جدا، جو كوره، درجه الحراره حوالي 18 ل 20 درجه مئويه، يعني الامور جيده ان شاء الله باذن الله، الاهلي بس يكون موفق باذن الله ويفرحنا باذن الله. انت قريب من الاجواء وقريب من اللعيبه، الحاله المعنويه للعيبه قبل النزول مباشره للملعب ايه اخبارها؟ الحاله المعنويه في يعني ممتازه يا كابتن ايمن، اللاعبين جاهزين كمان نفسيا قوي، وده كان تعامل ذكي من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين على مدار اليومين اللي فاتوا، الراجل كان مركز على الناحيه النفسيه بشكل كبير جدا، واعتقد ان هو نجح في التعامل في الجزئيه دي، خصوصا ان الفريق يعني كان جاهز، وكان المدير الفني كمان حتى فترات تواجده في مقر اقامه الفريق كان راجل هادي قوي، مش متعصب او مش مشدود انه هيلاعب البايرن او خايف او قلقان، لا الهدوء ده كان منقول بالشكل الامثل في الحقيقه بالنسبه للاعبين،
وكان واضح عليهم داخل مقر الاقامه بالنسبه للنادي الاهلي، كان واضح عليهم على مدار التدريبات اللي فاتت، وده كان امر ايجابي وكان تاثيره جيد جدا على اللاعبين اللي هم الناس نازلين المباراه نفسيا يعني مستعدين جدا، بخلاف طبعا الاستعداد البدني والفني اللي هم يعني اقصى معدلاتهم البدنيه والفنيه بصراحه، وده ايضا ظهر خلال التدريبات. لكن خليني اتكلم معاك يا كابتن ايمن في حته تدريبات النادي الاهلي بالتحديد، وبعد ما التشكيل طبعا كلنا عرفناه اسلوب اللعب بالنسبه للنادي الاهلي، التشكيل ده كان جربه مستر بيتسو موسيماني في تدريب اول امبارح تحديدا، وهو كان يعني واضح ان هو عايز يلعب مباراه، مش عايز اقول روحه بس هو عايز يلعب كوره يا كابتن، يعني الراجل عايز بيقول ان احنا النادي الاهلي نقدر نلعب ونقدر نجيب اجوان ونقدر نقدم مباراه كبيره. هو جرب الفكر ده في التدريبات اول امبارح وهي كانت التدريبات الرئيسيه، وكان برضو جرب اتجاه اخر وهو كان بيتعلق بالدفع باليو ديانج، لكن من الواضح ان هو استقر على التشكيل طبعا زي ما احنا عرفناه، واسلوب اللعب برضو هيبان اكتر لما المباراه تبتدي. لكن انا بحاول اقول لك ايه اللي كان بيدور في ذهن مستر بيتسو من 8 على مدار 48 ساعه السابقه. في كل الاحوال هو المدير الفني، هو ادرى بكل شيء، وهو اكيد عارف امكانيات لعيبته، واكيد عارف ازاي يواجه فريق البايرن افضل فريق في العالم. يا رب يكون موفق في اختياراته، يا رب ان شاء الله باذن الله في خططه وفي تكتيكه لهذه المباراه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي وشكرا جزيلا يا امير، ودايما متواصلين لحد نهايه المباراه ان شاء الله. كابتن هاني، في ضوء تشكيل بايرن ميونخ، احنا طبعا عارفين ان البايرن بيمتلك العديد من الحلول في جميع الخطوط، ده حقيقي، وعنده لعيبه مميزه كمان مستوى مهاري عالي وفردي، يعني ما شاء الله، يعني عندهم الحلول الفرديه كمان كويسه قوي. ازاي النادي الاهلي في ضوء التشكيل بتاعه يتعامل مع نقاط القوه في فريق البايرن، وازاي يقدر يبطل مفعول نقاط القوه عند البايرن؟ خلينا نتكلم على تشكيله البايرن اللي بدا بيها النهارده، متشكيله مختلفه، الناس كانت بتقارن او يعني مباراه البايرن مع هيرتا برلين. كان في ثلاث تغييرات، طبعا خرج طبعا لوكاس الباك الشمال ونزل ديفيز، ده من افضل باكات الشمال على مستوى العالم، لعيب صغير في السن كندي بيقدم مستويات رائعه. خرج سانيه من الخط الامامي، ودخل روك، واحد في نص الملعب مارك روك. ده جزء مهم جدا، انه يعني في دلوقتي كمان اثنين في وسط الملعب، بتتكلم على كيميتش وبتتكلم على روكا. كمان على مستوى الدفاع خرج سوليه ونزل بواتينج، هو كده هيلعب 4-2-3-1 واضحه جدا. وخلي بالك كابتن، نفس التشكيل ده بالظبط كان البايرن في الاسبوع ال 16 امام فرايبورغ، كسب المباراه 2-1 واللي احرز الاجوان ليفا ومولر. كان نفس التشكيل بالظبط باستثناء جورتسكا، ده لعيب طبعا عنده كورونا فما جاش، لكن لعب بنفس الطريقه ونفس التشكيل، والنهارده بيدخل مارك لوكا مكان جورتسكا على اساس يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقه اللي لعب بيها امام فرايبورغ ده في الاسبوع ال 16 من الدوري الالماني. خلينا نتكلم على المهارات الفنيه. يمكن المهارات الفنيه، لا، في لعيبه عندها مهارات فنيه بشكل جيد، يمكن سانيه بتتكلم على المهاره الفرديه كان مش متواجد النهارده في التشكيله الاساسيه، بتتكلم على لعيبه على مستوى عالي، جنابري عنده مثلا عنده مهارات، عنده قوه وسرعه اكتر من الحاجات الصغيره البرازيليه يعني. بتتكلم على الجزء الثاني، بتتكلم على كومان عنده سرعات كويس جدا، وكومان كمان بيتميز انه بيلعب على الاطراف وبيخش جوه كراس حربة تاني، ده مهم جدا. يعني لو انت بتعمل كروس من ناحيه اليمين هتلاقي في ال 18، انا في اعتقادي مولر من اهم مفاتيح اللعب من الجزء الهجومي. مولر بنتكلم على ليفا، طبيعي احسن لعيب في العالم، ارقامه ما شاء الله جايب 24 جول تقريبا من 40 او 45% صحيح، من القوه التهديفيه للبايرن، كسر ارقام قياسيه كبيره جدا. لكن صحيح، مولر زي ما الكابتن علاء قال مهم جدا جدا، يكون اعتقد دور حمدي فتحي مهم جدا معاه. وانا بشوف ان حمدي فتحي اقرب من عمرو السوليه، حمدي فتحي يمكن عنده قوه بدنيه اكتر شويه، قريب جدا من الكره، عنده احتكاك بالخصم اكتر، فممكن جدا يكون موسيماني موظف حمدي فتحي مع مولر، خاصه لو الكره في الثلث الدفاعي، ومولر بيكمل على جول كتير كمان، بيخش جوه ده مولر، ما بقول لك من هداف الفريق، هداف بالظبط، فده جزء مهم جدا. على الاجناب اعتقد هيبقى في ادوار مهمه جدا جدا، حسين الشحات مع محمد هاني، بتتكلم مع كمان اتنين من نص الملعب مهم جدا، يكون طبعا حسين الشحات هيكون ليه دور مع ديفيز كباك شمال، لازم محمد هاني يكون قريب من كومان وما يديوش مساحة الانطلاق. بمعنى ايه؟ انت لو عندك وينج سريع يبقى انت على طول تبقى في ظهره، لانك لو اديته مساحة ان هو يزق الكرة مثلا او يبقى عنده مساحة هتبقى عندك مشكلة في الجزئية دي. مع حسين الشحات ومحمد هاني
دور مهم جدا لعمرو السوليه، دور مهم كمان نتكلم على قفشه، ايه دور قفشه الدفاعي. قفشه لازم يرجع، يعني انا في اعتقادي النادي الاهلي لازم 4-5-1 واحنا معناش الكوره. كهربا هو قدام طبيعي لان انت اللي هتطلع عليه، كهربا عنده سرعات كويسه فكهربا هيكون قدام كويس. هتلعب على خمسة، لازم قفشه يكون له دور. طب دور قفشه ايه؟ اعتقد دور قفشه هيكون مع احد ستة او ثمانية، يا اما مع مارك يا اما مع كيميتش. احنا على فكره في الماتش اللي فات ماتش الدحيل الشوط الثاني تقريبا قفشه كان بيعمل الدور الدفاعي على اكمل وجه في نص ملعب النادي الاهلي. حلو حلو الدور الدفاعي، لكن هو هيروح على فين؟ ما انت الدور الدفاعي ممكن ترجع، ما انت مش عارف تروح فين. هو بالظبط، ياخد ستة يا ثمانية يا كيميتش يا مارك لو يا روك. نتكلم على الجناب بقى، خلاص انت بتتكلم محمد هاني ناحيه كومان، قدامه الشحات، لازم تغطيه عكسيه، لازم يكون عمرو السوليه متواجد في الحته دي كويس، لازم كمان تغطيه عكسيه من علي معلول. لو بنتكلم على علي معلول، لو كره ناحيه محمد هاني، التغطيه العكسيه مهمه جدا لان جنابري كمان بيخش كراس حربه ثالث من الاطراف، يعني مهم جدا. هتلاقي في ال 18 هتلاقي مولر اكيد، هتلاقي ليفا اكيد، هتلاقي جنابري، ادي ثلاثه وكومان كمان وكومان ولو معاه كوره كومان كتير بيخش الجول بالظبط. اختاروا مولر يا هاني. نعم اختاروا مولر. مولر يعني كل انت بتقول ايه ده مش متشاف، ما بتعرفش تمسكه كويس. طيب شايف لا يعني صحيح. الدور اللي هتقوم مثلا، طب لو كومان لو حمدي فتحي مثلا هو اللي بيضغط يبقى لازم عمرو السوليه لازم يكون عينه على مولر، لازم واحد من الاثنين دول. بقول لك ايه يا هاني، اتفضل يا كابتن اتفضل. اخطر ما فيهم واحنا بنتفرج عليهم وانت عارف اطوالهم والضربات الثابته. انا اتفرجت على الدوري الالماني ده، بيجي لهم الكورنر بيطلعوا 3-4 وبيعملوا لكن اثناء ممرات لنفسهم وفي الفاولات اللي بتبقى على الاطراف على بواتنج بيطلعوا فوق، ما فيش حد في المانيا بيقدر يوقف. بص يا كابتن، فدي اخطر حاجه علينا في المباراه النهارده. هو الاخطر وهي الكره متحركه يعني حتى الكور الثابته وكده انت هتراقب كويس. ده معنى هاني بيطلعوا الكره متحركه، انت عندك لازم المنطقه العكسيه معموله كويس قوي، ولازم حد يكون شايف مولر كده، يعني زي ما انا شايف هاني كده لازم مولر صحيح. زي ما يروح لازم كنت شايفه يعني حمدي عمرو لازم واحد من الاثنين يعني وليفا كمان. لا ليفا اوريدي، ما هو ليفا اوريدي ممسوك بالمساك، لكن زي ما بقول لك انا مولر يعني. عندهم حلول عليها جامده جدا، لا اما كده لا ما كانوش بقوا ابطال اوروبا يعني. بس عندهم مشكله برضو يا كابتن هاني في الكور الثابته برضو. اقول لك مشاكلهم مشكله على مستوى الدفاع اعتقد. بس قبل ما تقول مشاكلهم دلوقتي، انت قلت نقطه مهمه جدا دلوقتي، عدم مساند الطاهر وحسين الشحات لعلي معلي معلول ومحمد هاني هيبقى فيه عبء كبير جدا مشكلة. عليهم مره مشكله. انت بتتكلم عن الجناب لازم تتقفل بشكل كويس الطرفين، اذا كان الشحات او بتتكلم على طاهر محمد طاهر لازم يكون مساعده لعلي معلول وهاني، ما لهاش حل لان الاطراف كمان الباكات بتاعهم كويسه. بتتكلم على بافارد، بتتكلم على ديفيس كمان بيدافعوا بيهاجموا بشكل كويس مزبوط. فلازم دي تتقفل. هنقفل نص الملعب ازاي؟ كابتن علاء اتكلم في نقطه مهمه جدا ان مولر لازم مقفول عليه بشكل كويس، ليفا كده كده، لكن انا بتكلم على اللي بيقطعه جنابري، وبنتكلم على الجزء الثاني لكومان. كومان لو الكره من ناحيه كومان هتلاقي جنابري داخل راس على العارضه البعيده، ده دور علي معلول. لو الكره الناحيه الثانيه عن جنابري يبقى هتلاقي كومان كمان بيخش على جوه، يبقى محمد هاني لازم كمان يبقى عينه عليه في التغطيه العكسيه كويس. طب كلامك دوت يعني ان النهارده الانطلاقات الهجوميه لعلي معلول وهاني هتبقى قليله شويه؟ مش بالضروره، ما انت لو بتهاجم من ناحيه علي معلول لازم هاني يقف طبعا. انت في نظريه بتقول 6-4، ايه 6-4؟ انت لو بتهاجم من ناحيه مثلا علي معلول يبقى عندك علي معلول وعندك الثلاثه اللي تحت راس حربه يبقى كام؟ 4 وكهرباء واحد يبقى 5 راس الحربه وبتخش واحد من الاثنين بيساند اذا كان حمدي او عمرو السوليه، يبقى دول السته اللي بيهاجموا. الاربعه اللي بيثبتوا مين؟ الباك العكسي يبقى محمد هاني ثابت وبدري بنون ثابت وايمن اشرف ثابت وقدامهم حمدي فتحي، يبقى انت مامن نفسك باربعه وبتهاجم بسته، ده عدد معقول جدا. لو كره راحت الناحيه الثانيه نفس الكلام، يبقى معلول اللي يثبت، ايمن بيثبت، بدر بنون يثبت، واحد من الاثنين حمدي فتحي او عمرو السوليه. فاعتقد من الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها بواتنج. بواتنج بطيء، نقطه ضعف ممكن نستغلها بشكل كويس. ونستغل كمان رغم انهم عندهم باكات بترجع بسرعه، لكن ممكن كمان نستغل الجناب بشكل كويس. يعني الاختراق من النص مهم جدا لقفشه، مهم جدا كمان لطاهر محمد طاهر، وبنتكلم كمان على زياده ليه لا ان عمرو السوليه كمان يزيد، لان الكره المرتده ديت الريبوند لازم يكون عمرو السوليه موجود. فنهاجم بسته ندافع باربعه بشكل من الاشكال ده وارد،
والشكل الدفاعي اللي واحنا معناش الكرة المسافات قريبة والمسافة 25 متر لكن 4-5-1 ده أعتقد ده الشكل المناسب. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله خلال مباراة اليوم. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد نهاية أحداث الشوط الأول. أرجوكم تفائلوا وانتظرونا.